تو الجميع ينسبه الى نصر حسين داي. لا جاء نصر حسين داي في اقل من 17 سنه. نعم. واللي جابوا للفريق الوطني هو للفريق نصر حسين داي اسمه رزقي رمان. رزقي رمان. نعم. اللي كان عنده في المدرسه اللي كانت عند اكاديميه رزقي رمان. نعم. هذه هي اللي يعني الناس يشو وزاد كسب بالطبع لما تجوز فيه نصر حسين داي راح تزيد تكسب كأن مدرسه اخرى. لا نصر حسين داي يعني كيما يقول لك ما اختلفوش اثنين باللي نصر حسين داي حاجه كبيره في يعني في الشيء اللي بداته الفريق الوطني. يعني لو كان من 63 الى يومنا هذا تقريبا فايت 40 ولا 50 لاعب اللي جازوا في الفريق الوطني من نصر حسين داي. حتى يعني بعض الفرق واحد اخرين اللي هما قالوا مولوا الفرق الوطنيه شبان او الاكابر في نصر حسين داي. واحد يعني كانت في مره من المرات يعني شفت يعني صوره تاع الفريق نصر حسين داي كانوا 10 لعبوا في الفريق الوطني المنتخب الوطني. يعني هذا الشيء يعني يشرف هذا النادي ونتمنى تكون وقفه يعني كبيره لان يميريت هذا يعني كلوب كيما النادي يميريت كيما يقول لك نظره يعني مغايره بارابور لوزوتر كلوب باسكو واش مدل للفريق الوطني نصر حسين داي يسهل كيما يقول لك باش الانسان ماشي يعاونوه ما يعطوا حقه لان الفريق الوطني استفاد بزاف منهم وخرج لان دي ميور جوار اللي هو رابح مجال.